مساء الخير. سمي الشيطان الثاني المرعب، فهو رعب جديد عابر للقارات، بإمكانه أن يصل إلى المملكة المتحدة في 3 دقائق فقط، بل وأن يمحو ولاية تكساس الأمريكية من على وجه الأرض كأنها لم تكن. القيصر الروسي الجديد أعلن من سان بطرسبرغ عن قرب دخول صاروخ سارمات RS-28 العمليات كأحد الأدوات القتالية الروسية الرادعة. خطاب بوتين هذا وصف بأنه نووي بحد ذاته، فالرجل أطلق رسائل خطيرة مفادها سنمنع القادة العسكريين الغربيين من مجرد التفكير في الهجوم علينا، فالكلفة حينها ستكون دمارا عالميا تسوى فيه الأرض. تأهب نووي، لغة تصعيدية، فوضى داخلية، استنزاف شرق أوكرانيا، وسارمات يدخل لعبة التسلح النووي كحجر زاوية في ترسانة الردع الروسية المستقبلية مع تصاعد التخوف تخلي روسيا العظمى عن أخلاقيات عقيدتها النووية التي تقيد استخدام هذا النوع من السلاح المدمر إلا للرد على مخاطر وجودية. فهل حقيقة اقترب الدب الروسي من أوان فتح الحقيبة السوداء والضغط على الزر الأحمر المدمر أكثر من أي وقت مضى؟ ما الذي يملكه الغرب نظير الشيطان الجديد هذا؟ هل ثقة الخطاب الروسي الأخير تعكس شعوراً بقرب تبلور نصر ما في أوكرانيا؟ أم هو إعلان مفاده بأن النصر روسي والخسارة ستكون للجميع حال حدوثها؟ ما انعكاسات محاولات التمرد الداخلي في روسيا على استراتيجية بوتين النووية مستقبلاً؟ تابعونا في نقاش هذا الأسبوع من حوار بلس. أرحب بضيفي في هذا النقاش من موسكو، السيد ديمتري بريجغ، الباحث في جامعة الصداقة بين الشعوب. وأبدأ معك بالسؤال الأكثر تداولاً، ما هي الرسائل التي أطلقها بوتين في خطابه الأخير والذي أعلن فيه أن سارمات حجر أساس في ترسانة روسيا النووية المستقبلية؟ تحياتي لكم للسادة المشاهدين. أعتقد بأن بكل تأكيد إدخال سارمات إلى العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا هو طريق نحو مزيد من التصعيد، لأن الآن لغة الخطاب بين الطرفين، بين الطرف الغربي والطرف الروسي، هي لغة التصعيد ولغة التهديد. فيبدو بأن إدخال أنظمة سرمادة إلى المعركة يعني بأن هناك معركة قد تكون أوسع، قد تكون انتشارها أكبر، ليس فقط في أوكرانيا. فيبدو بأن هناك استعداد لحرب أو معركة أوسع نطاق، لأن نعرف بأن الدول الغربية بدأت تدعم أوكرانيا بمزيد من الأسلحة. هذه الأسلحة هي أسلحة متقدمة متطورة، لذلك دائما الروس يذهبون برد فعل عندما يفعل الغرب شيء ما ويرسل رسائل تهديد ويدخل أنظمة جديدة وأسلحة جديدة. هذا يعني بأن رد الفعل الروسي سوف تكون أيضا رد تصعيدية. فدائما السياسة الخارجية الروسية وحتى بما يخص التسليح وبما يخص الرد العسكري دائما هي ردة فعل معينة على الدول الغربية. فيبدو بأن الداخل الروسي وما حدث في الداخل الروسي أيضا أثر على خطوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هو يفهم بأن المعركة لن تكون سهلة، المعركة لن تكون لوقت قصير، لأن في البداية يبدو بأن الاستراتيجية الروسية في أوكرانيا هي لإطالة المعركة لوقت طويل، استنزاف قدرات القوات الأوكرانية. ولكن يبدو بأن أيضا هناك فهم بأن المعركة قد تكون واسعة النطاق ولن تكون سهلة، ولا سيما بأن الدول الغربية تحاول الغربي الضغط على روسيا. المواقف الأمريكية اللاحقة ألم توضع في الحسابات الروسية؟ كثيرون قالوا إن خطاب بوتين نووي بحد ذاته. يعني يبدو بأن بوتين الآن جاء وفهم بأن الدول الغربية لن تغير موقفها، لن تذهب بخطوة للتفاهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولا سيما بأن الدول الغربية تتحدث بأن الدعم الغربي للقوات الأوكرانية لن يتوقف. فبذلك هو يحاول أن يهدد الغرب بخطابه، يحاول أن يضع الغرب في حدود معينة، في خطوط حمر معينة. وبذلك هو يفهم أو يحاول أن هو لديه فكرة بأن الغرب بذلك قد يغير خطواته تجاه روسيا وقد يذهب بحوار أو بالتنازل عن مواقفه تجاه دعم أوكرانيا بالسلاح. طيب، تركيز القيادة الروسية سيد ديمتري مؤخرا على تطوير الثالوث النووي لها، تقول هذا مفتاح ضمان الأمن القومي.
الآن هنالك تخوفات من كيف ستكون التحركات الغربية كما تحدثنا قبل قليل، خاصة وأن روسيا الآن تعلق ما يتعلق بتعهداتها في اتفاق ستارت أو معاهدة نيو ستارت. سأعود إليك الإجابة على ذلك، ولكن ينضم إلينا بالنقاش من واشنطن السيد إبراهيم الأصيل كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط. أهلا بك معنا السيد الأصيل، وما هو الموقف الغربي لا سيما الأمريكي من خطاب بوتين الأخير ومن دخول سارمات الصاروخ القادر على اختراق كل الدفاعات الجوية في العالم إلى الترسانة النووية الروسية؟ أهلا بك وبجميع المشاهدين، مساء الخير. لا شك بأن هذه الأخبار تزيد من القلق وحالة الترقب في كافة العواصم الغربية وخصوصا في واشنطن هنا، لأنه لا يمكن التنبؤ بالخطوة القادمة أو الاتجاه الذي سيذهب به الرئيس بوتين في الأسابيع القادمة أو الأشهر، طبعا في حال تم المرور من الأسابيع القادمة لا يمكن فصل هذه الأخبار العسكرية عن الواقع الداخلي الروسي أيضا، لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض، وخصوصا إذا ما شعر الرئيس بوتين أكثر بأنه مهدد داخليا وخارجيا فربما بالفعل يلجأ إلى اتخاذ قرارات غير حكيمة وغير صائبة على الإطلاق تقودنا إلى مرحلة جديدة من هذا الصراع العسكري، وخصوصا إذا ما تم استخدام مثل هذه الأسلحة التي نتكلم عنها. سنعود إلى احتمالية استخدام مثل هذه الأسلحة المدمرة، ولكن قبلا تفضلا بالبقاء معنا، سنتابع هذا النقاش بعد استعراض بعض المعلومات حول الترسانة النووية الروسية. إذن تمتلك روسيا حاليا أكبر مخزون في العالم من الرؤوس الحربية النووية، فبينما يسيطر الرئيس الروسي على 5889 من هذه الرؤوس الحربية، يسيطر الرئيس الأمريكي على 5244 رأسا نوويا بحسب التقارير الأخيرة لاتحاد العلماء الأمريكيين. فقد تم نشر أكثر من 1600 رأس نووي في مواقع استراتيجية من قبل روسيا، بينما تحافظ على حوالي 3000 رأس في الاحتياط. هذا وقد تم إخراج حوالي 1500 رأس من الخدمة من مجمل الرؤوس النووية. أما توزيع هذه الرؤوس فتأتي ضمن إطار الثالوث النووي الذي يشمل القوات النووية البرية والبحرية والجوية، والتي بدورها تشكل ثلاثة أنواع مختلفة من الوسائل الهجومية. النوع الأول يتضمن صواريخ أرض عابرة للقارات باستطاعتها ضرب أهداف على بعد آلاف الكيلومترات. أما الثاني يعتمد على القصف الجوي الذي يشمل إطلاق الصواريخ والقنابل من القاذفات الاستراتيجية نحو أهداف برية. النوع الثالث هو الصواريخ النووية، والتي يتم إطلاقها من البحر باستخدام أنواع محددة من الغواصات الاستراتيجية المصممة لإطلاق الصواريخ البالستية التي يمكن أن تزود برؤوس نووية. أسلحة الدمار الشامل هذه كلها في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فبحسب العقيدة النووية الروسية الرئيس هو صانع القرار النهائي فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية. أعود إليكما ضيفي، وكيف يمكن الربط الآن بين ما يحدث داخليا في روسيا سيد ديمتري؟ عقيدة روسيا النووية لا تلجأ لتدابير قصوى إلى حال وجود خطر على السيادة، ألا يعتبر ما قامت به فاغنر تهديد لهذه السيادة وكذلك الأسلحة الغربية أسلحة الناتو في أوكرانيا، أليست تهديدا وجوديا بالنسبة لروسيا؟ يعني يجب أن نفهم نقطة مهمة. وفق ما تحدثت عنه وسائل الإعلام الروسية مثلا كتاس، فهناك خبر مهم كان يعني منتشر أن أجهزة المخابرات البيلاروسية قالت بأن كان هناك علاقات بين أجهزة المخابرات البريطانية الغربية وبعض مقاتلي تشيفيكا فاغنر أو قوات فاغنر. فيبدو بأن التهديد الذي حصل والتغييرات التي حصلت في الداخل الروسي وزحف، يمكن القول زحف قوات فاغنر إلى العاصمة الروسية موسكو، والتدابير الأمنية التي حرصت في موسكو، لا ننسى بأن التدابير الأمنية كانت قاسية، وأيضا التدابير الأمنية في المدن المختلفة، وبعدها لا ننسى بأن قوات فاغنر سيطرت على مدينة راستوف نادانو وفارونيش. فيبدو بأن هذه التحولات التي حرصت في الداخل الروسي
بدأت تغير موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدأ يغير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من فهمه للمعركة أو ولكن تغيير إلى أي حد سيد كانت دمتري. أيضا هناك فيديوهات منتشر لشويغو نعم تغيير في عقلية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أي حد، إلى أي درجة؟ هو قالها نصا، سنقدم للغرب ما يجعلهم يفكرون مرتين. ما المقصود هنا بالتفكير مرتين؟ هو خطاب للخطابات الغربية التصعيدية تجاه موسكو، أم يقصد ما يقال إنها تقدمات للجانب الأوكراني؟ أعتقد بأنه خطاب للغرب وخطاب لأوكرانيا. يعني يجب أن نفهم بأن الروس حتى الآن لم يستعملوا كل الأسلحة ولم يستعملوا كل التدابير ضد القوات الأوكرانية وضد أوكرانيا. إذا ما كانوا الروس يريدون أن يتقدموا في أوكرانيا بسرعة، يمكن أن استعمال استراتيجيات وأسلحة أكثر تطورا، ولكن سوف يكون الدمار هائل على المدن الكبرى في أوكرانيا والعاصمة العاصمة الأوكرانية كييف، لأن القوات الروسية لم تستعمل كافة الأسلحة ضد العاصمة الأوكرانية كييف، خصوصا نتحدث هنا عن مراكز القرار في كييف السياسي والعسكري. فأعتقد بأن المعركة والأشهر القادمة، إذا ما كان خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعني ليس فقط تهديد بل سوف تكون له نتائج على أرض الواقع، فيعني بأن هناك معركة طويلة، معركة صعبة، معركة سوف تكون شرسة ضد القوات الأوكرانية، وسوف يكون هناك انتشار، وسوف يكون هناك قصف، يعني يمكن القول واستعمال استراتيجيات أكثر فتكا ضد القوات الأوكرانية، وهذا سوف ينعكس أيضا على الدعم الغربي للقوات الأوكرانية. لا ننسى بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بأن 30% ما يقارب 30% من الأسلحة الغربية في أوكرانيا تم تدميرها، فهذه أيضا يعني هو يرى بأن هذه نتيجة معينة للسياسات الغربية. فيبدو بأن في الوقت الحالي يمكن القول بأن هناك حالة تصعيد خطيرة قد نراها في الأشهر القادمة بعد الخطاب أو الرسائل التي أرسلها أو حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسالها للدول الغربية. سيد الأصيل، أهم وصفات سارمات الفريدة قدرته على اختراق كل منظومات الدفاع الجوي في العالم، على الأقل هذه هي الرواية الروسية. هل يمكن القول أن روسيا ستنجح في تغيير موازين المعركة أو الحرب في أوكرانيا؟ لا أعتقد أنها ستنجح في تغيير موازين المعركة، لأن مثل هذه الأسلحة لا يمكن استخدامها في هذه المعارك التي نشهدها اليوم، لأنه فعلا في حال إذا ما اتخذ القرار الرئيس بوتين يوما ما بالتصعيد وباستخدام أسلحة مثل صاروخ سرمت أو الضرب بقنابل نووية، سيكون الرد العالمي مختلف كليا، وخصوصا مواقف بعض من حلفائه، وعلى وجه التحديد طبعا أقصد هنا الصين التي أبدت إنكارها من إمكانية استخدام الأسلحة النووية في المعركة مع أوكرانيا. الآن ماذا لو استخدم هذا السلاح خارج أوكرانيا؟ أيضا حتى لو بالفعل تم تحقيق هدف هذه الضربة الأولية وتم استهداف مواقع لحلف الناتو أو مواقع أمريكية ونجحت هذه الضربة، كيف سيكون الرد؟ لا مصلحة لروسيا بدخول مواجهة كاملة ومفتوحة. إذن لماذا القلق في واشنطن من الإدارة الأمريكية وتكرار القول من قبل جو بايدن الرئيس الأمريكي أنه لا يستبعد أن تلجأ روسيا لهذا الخيار في أي لحظة؟ سأعود إليك للإجابة على ذلك بعد قليل، ولكن قبلا ضيفي ومشاهدينا فاصل قصير ومن بعده نواصل نقاشنا في حوار بلس. ابقوا معنا. أهلا من جديد بكم متابعينا، وأجدد الترحاب بضيفي من موسكو، السيد ديمتري برجع الباحث في جامعة الصداقة بين الشعوب، ومن واشنطن أيضا السيد إبراهيم الأصيل كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط. سيد ديمتري، تكرار الحديث أن روسيا تقترب من استخدام النووي أكثر من أي وقت مضى، هل واقعيا هذا حقيقي أم هو حلقة أخرى في سباق التسلح واستعراض القوى، والذي يقال إن الحرب الأوكرانية زادته سخونة بين واشنطن وموسكو؟
أعتقد بأنه أكثر لسباق التسلح، سباق التسلح واستعراض القوة. لا أعتقد بأن بوتين سوف يذهب في الوقت الحالي لاستعمال السلاح النووي، سلاح النووي التكتيكي، لأن يفهم رئيس روسيا فلاديمير بوتين بأن استعماله سوف يسبب مشاكل كبيرة، أولا لروسيا نفسها، وثانيا للعالم بأكمله، لأن استعمال السلاح النووي التكتيكي يعني بأن الغرب سوف يرد بالمثل، سوف يكون هناك ردة فعل غربية، وبأن سوف يكون هناك دمار شامل كبير ودمار كامل للمدن والبنى التحتية. ولا أعتقد بأن فلاديمير بوتين مستعد لذلك. حتى في أوكرانيا عندما يتم استهداف مدن مختلفة، المناطق الاستراتيجية وتواجد قوات الأوكرانية، بوتين يعتمد على استعمال استراتيجيات لا تدمر المناطق بشكل كامل، لأنه يفهم بأن استعمال أسلحة فتاكة قد تسبب مشاكل. ولا أعتقد بأن استراتيجية روسيا في الوقت الحالي تعتمد أن يتم إضرار أو ضرر بالمواطنين في هذه المناطق. فيبدو بأن بكل تأكيد الآن بوتين دائما يحاول إرسال رسالة تهديد للدول الغربية، دائما هناك رسائل متبادلة بين الغرب وروسيا، هذه الرسائل لن تتوقف. أعتقد بأن هذا الشيء سوف فقط يزداد في الأشهر القادمة. وهناك بكل تأكيد تكرار للسيناريو ما حدث بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. سباق التسلح هو سيناريو متكرر، لأن روسيا عادت إلى الزمن إلى الوراء، بوتين عاد الزمن إلى الوراء في استراتيجياته، عاد الزمن إلى الوراء فيما يخص يعني تنافس مع الغرب أو تنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن بعدما حدثت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير، تغيرت كل الأشياء في الداخل الروسي، تغيرت السياسة الخارجية، تغير الوضع في روسيا في الداخل، حيث أصبح هناك تواجد كبير ومهم لشركة فاغنر، والتي أصبحت ومقلق الآن ومحرج حتى للقيادة الروسية. هذا التواجد وأدى لكل التطورات الأخيرة التي حتى اللحظة لا يعرف كيف ستكون ردة بوتين والمخابرات الروسية عليها، وهذا نقاش آخر. سيد الأصيل، ولو أن 90% من جميع الرؤوس النووية مملوكة لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يبقى التفوق روسيا، هل دخول سارمات إلى الملعب يفتح باب سباق التسلح النووي من جديد؟ السباق في التسلح يعني يجري بشكل كبير وسريع الآن، خصوصا بين الطرف الروسي والطرف الأمريكي، وإذا ما أضفنا إلى ذلك الطرف الصيني أيضا، وهو الذي يقلق أكثر بكثير واشنطن مما يقلقها الوضع في موسكو، إذا ما تحدثنا عن تقدم وتطور الأسلحة، لأن الأسلحة أو منظومة الأسلحة الروسية ومعامل السلاح في الحرب الأوكرانية أثبتت أنها غير قادرة حقيقة على مواجهة أو مجاراة الأسلحة الغربية. بالعكس، المعركة في أوكرانيا رغم أن الرئيس بوتين كان يقصد منها إظهار القوة الروسية وإعادة روسيا إلى عظمتها، إلى أنها أدت إلى نتائج عكسية أوضحت الكثير من نقاط ضعف في المنظومة العسكرية الروسية، وأيضا في الأيام الماضية حتى منظومة الولاء والطاعة داخل المؤسسة العسكرية الروسية الآن في محل سؤال. أما بخصوصك السؤال السابق، إذن لما الغرب قلق؟ لأن من غير الواضح كيف ستكون خطوة بوتين القادمة. إذا ما كانت خطوة عقلانية، فهو بلا شك لن يذهب إلى استخدام السلاح النووي، لأنه يؤدي إلى حالة من خاسر في هذه اللعبة. ولكن تحت التهديد والتضييق الذي يشعر به الرئيس بوتين، وهذا ربما الخوف الذي يمر به الآن، وخسارته للكثير من الرموز التي كان يثق بها سابقا، ربما يدفعه باتجاه غير عقلاني أو بمحاولة الهروب إلى الأمام، وبذلك ربما يتخذ قرار التصعيد في أوكرانيا أو في غيرها. سنعود لمواصلة هذا النقاش، ولكن الآن دعونا نتوقف مع نتائج استطلاع الرأي الذي أجريناه على منصات سكاي نيوز عربية رقمية. سألنا فيه متابعينا، هل يمكن أن تلجأ روسيا إلى استخدام السلاح النووي قريبا؟ 60% أجابوا بلا، مقابل 40% قالوا نعم.
يعني سيد ديمتري نسبة كبيرة جدا أكثر من النصف تستبعد لجوء روسيا تحت أي ظروف أو تحت أي معطيات لهذا الخيار، ولو حتى أو ولو كان خيار النووي التكتيكي المحدود جدا. ولكن لنسأل، ما الذي تعتبره روسيا تهديدا وجوديا لسيادتها إن كانت التقارير تذهب بعيدا في وصف أنه ما كان بالإمكان لبريغوجين أن يتجرأ على روسيا العظمى لولا وجود بصمات غربية في ذلك؟ يعني أولا من الصعب القول كيف سوف يتعامل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الأزمة الداخلية. واضح بأن هناك أزمة بكل تأكيد بما يخص إيفغيني بريغوجين، بما يخص قوات فاغنر والتي أصبحت كما قلت قوة أو جيش رقم 2 في روسيا بعد القوات المسلحة الروسية. فيبدو بأن الآن هناك خطوة نحو تصعيدية ضد الغرب بعد ما حدث في الداخل الروسي، بعد السيناريو الذي كان فيه يحاول إيفغيني بريغوجين أخذ العاصمة الروسية موسكو والتوجه نحو القيادة العسكرية الروسية والسيطرة عليها وفق ما يعني كانت تتحدث وسائل إعلام عدة. فيبدو بأن الآن بوتين غاضب من ما حدث، بوتين غاضب من ردة فعل الغرب، بوتين غاضب من أن القوات الدول الغربية تدعم القوات الأوكرانية. يعني اسمح لي ما قصدته في دعم القوات بسؤالي أكثر سيد ديمتري، ما هي محددات التهديد الوجودي لسيادة روسيا من وجهة نظر القيادة الروسية وبوتين؟ إن كان كل ما يحدث الآن على الحدود مع أوكرانيا لا يمثل تهديد وجودي، بل الأمر الآن حتى توجه من مقاتلين رديفين إن صح القول نحو العاصمة موسكو، كل هذا ألا يعد تهديد وجودي بالنسبة لبوتين؟ أعتقد نعم، أعتقد يمكن القول بأن الأزمات الداخلية يمكن أن تكون تهديدية وخطيرة على وجود روسيا، كون إذا ما حدثت هناك حرب أهلية فهذا يعني أيضا خطر على وجود روسيا، وأيضا يمكن أن تتجه روسيا إلى التقسيم. فلا ننسى بأن كان هناك حتى مشروع غربي، مشروع أمريكي يسمى ديكولونيزيشن أوف روسيا، لتقسيم روسيا إلى جمهوريات وتقسيم روسيا إلى أجزاء صغيرة. فيبدو بأن هناك مخاوف لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحدوث ذلك، لأن هناك لا ننسى حتى هناك معارضة خارجية موجودة في دول الاتحاد الأوروبي تدعو لتقسيم روسيا، لذلك هم يرون بأن نعم بذلك سوف يتم حل المشاكل المتعلقة بالإيديولوجيا الداخلية في روسيا. فيبدو بأن بوتين الآن بعد الأزمة التي حرصت مع إيفغيني بريغوجين بدأ يتخوف أكثر، وبرى يرى بأن هناك الآن محاولة لتهديد وجود روسيا. سيد الأصيل، أخيرا في أحدث تصريحات السيد جوزيف بوريل قال ما يحدث في روسيا يحطم قوتها العسكرية، هل هذا ما يعول عليه الغرب في هذه المرحلة بعدما وصف بأنه فشل في أوكرانيا بعد كل هذا الدعم النوعي الذي قدم لكييف؟ لا أعتقد أن هناك فشل في أوكرانيا، لم يصل، لا يوجد نصر على الأقل. نعم لا يوجد نصر، تمام كلام دقيق جدا. فأعتقد بأن الغرب بلا شك يتابع ما جرى خلال الأيام السابقة داخل روسيا بسرور لا أعلم ولا أستطيع الجزم، إذا ما كان هناك فعلا دور للمخابرات، أجهزة المخابرات الغربية في هذا التحرك أم لا. ولكن إن صح هذا التدخل أو لم يصح، فالخبر ما يزال سيئا جدا بالنسبة لبوتين، بأن هذه القوات التي كان يعتمد عليها، القوات الرديفة، قوات فاغنر، لم تعد له بالولاء. وهذا يعني أنها ستقدم له الكثير أو ستؤدي إلى الكثير من العقبات، ليس فقط في أوكرانيا ولكن لقدرة روسيا حول العالم على توضيح قوتها وعلى صنع سياستها وعلى صنع روافع في سياستها الخارجية في مختلف أماكن النزاع التي تحاول روسيا أن تكون يدا فيها، سواء بتشجيع طرف ضد طرف آخر أو بالوصول إلى حل هذه النزاعات. يعني عموما الآن هنالك تساؤلات تطرح، هل جميع من في روسيا يوافقون حتى على هذا المستوى التصعيدي؟ وهو نقاش لا يسمح به وقت هذه الحلقة. من واشنطن السيد إبراهيم الأصيل كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط، ومن موسكو السيد ديمتري برجع الباحث في جامعة الصداقة بين الشعوب، شكرا جزيلا لكم. ضيف Fine.
الشكر يمتد لكم مشاهدينا على تفاعلكم ومداخلاتكم. دائما يمكنكم متابعة حلقات برنامج حوار بلس على موقعنا الإلكتروني عبر رمز الكيو آر الظاهر على الشاشة. أراكم الأسبوع القادم، إلى اللقاء.